كواليس ما تعرفهاش عن أزمة قفشة مع زمايله، والزمالك يهدد بخطف صفقة الأهلي. أنا سارة محسن وهقول لكم الخلاصة. كلام كتير وإشاعات أكتر عن أزمة كبيرة جوه النادي الأهلي، وتحديداً بين محمد مجدي قفشة وزمايله في الفريق. الأزمة بدأت بعد ما قال قفشة تصريحات كتيرة جداً اتسببت في غضب السويسري كولر مدرب الأهلي، واللي خلته ياخد قرار إن قفشة ما يتمرنش مع الفريق في أول تدريب بعد العودة من الراحة السلبية اللي خدها لاعبي الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا. وطلع بقى كلام كتير إن إمام عاشور ومحمود كهربا وأكرم توفيق زعلانين من قفشة بسبب تصريحاته، لكن الحقيقة غير كده تماما. الثلاث لعيبة دول ما تكلموش خالص ولا علقوا على تصريحات قفشة اصلا، واللي عرفناه ان كهربا وامام واكرم عارفين وواثقين ان قفشة كان بيتكلم بشكل عفوي وتلقائي جدا، ما يقصدش يجرح في اي حد منهم، وهم عارفين انه انسان طيب جدا وعلى نيته. وباكد لحضراتكم كمان ان مفيش اي خلافات بين قفشة واي لاعب في النادي الاهلي، وان اللعيبة متمسكين بالروح الجميلة جوه الفريق، وان محدش يوقع بينهم، خاصة ان الفريق داخل على مرحلة صعبة جدا بسبب ضغط مباريات الدوري اللي جايه. لكن تصريحات قفشة مش هتمر مرور الكرام، لان كابتن خالد بيبو مدير الكره قرر توقيع عقوبه ماليه على قفشة قيمتها 250,000 جنيه. وعرفنا كمان انه مفيش اي قرار بتجنيد قفشة وانه هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، لكن قرار المشاركه في المباريات بقى ده طبعا في ايدين كولر مدرب الفريق. وكلنا عارفين ان كولر متضايق جدا من تصريحات قفشة وانه قالها بالطريقه دي في وسائل الاعلام. علشان كده بنسأل، هل تتوقعوا ان قفشة هيتواجد في تشكيل الاهلي في مباراة فاركو بعد التوقف الدولي، ولا كولر هيستبعده من حساباته الفترة؟ نروح بقى لنادي الزمالك وملف الصفقات الجديدة اللي عامل صداع كبير لجوميز مدرب الفريق، واللي طلب تدعيم الفريق بصفقات أجنبية قوية، وتحديداً في مركز الظهير الأيسر والمهاجم والجناح الشمال. خلونا نركز على مركز الظهير الأيسر، وشكلنا داخلين على منافسة نارية بين القطبين على نجم منتخب المغرب يحيى عطية الله، واللي من المؤكد إن الأهلي بيفاوضه علشان يحل أزمة الظهير الأيسر، خاصة طبعاً بعد إصابة التونسي علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس، ومحتاج وقت طويل عشان يرجع للملاعب تاني. لكن الزمالك هيخش على خط المفاوضات علشان يتعاقد مع نجم منتخب المغرب، خاصة إن يحيى عطية الله أدى بشكل رائع فعلاً في مونديال 2022، واللي حقق في المنتخب المغربي المركز الرابع. وكمان يحيى عطية الله عنده خبرات كبيرة جدا في افريقيا، بدليل تألقه مع الوداد المغربي وانه حصل معاه على دوري ابطال افريقيا. والزمالك كمان محتاج لاعب قوي في مركز الظهير الايسر، ويبدو ان اللاعب المغربي في كل المواصفات اللي محتاجها الزمالك. المشكلة اللي هتقابل القطبين ان يحيى عطية الله مرتبط بعقد مع سوتشي الروسي لحد يونيو 2026، فيا ترى مين هيقدر يفوز بخدمات واحد من افضل اللافت باكس في افريقيا، الأهلي ولا الزمالك؟ كده انا قلت لحضراتكم الخلاصه. السؤال بقى، يا ترى قفشة هيكمل مع النادي الاهلي، ويا ترى يحيى عطية الله هيجي الدوري المصري، ولا الصراع هيتنقل على ظهير ايسر تاني خالص؟